للوهلة الأولى تعتقد أن هذا الشاب يعمل بشكل اعتيادي في صناعة وإعداد الحلويات المختلفة، لكن في واقع الأمر هو شخص من ذوي الإعاقة السمعية، إعاقة لم تكن حاجزاً بالنسبة له في العمل كصانع محترف في هذا المجال، والحصول على فرصة عمل تعينه على متطلبات الحياة اليومية. أنا اسمي أحمد غنيم، بعمل لدى مصنع حلويات الحنان، بشتغل في قسم البقلوات، في قسم العوش، بنسمن عوش، بتعلم بأول بشوية شوية. أول ما إجيت هان على الصنعة لا ما ليش على الصنعة، كنت بفهم شيء، والحمد لله بحمد الله وشكره صار إلي وجهة اختلاف نظرية في الشغل، والحمد لله الأمور تمام مع الشباب ومحبة والأمور تمام الحمد لله في الشغل، ومرتب منيح والشباب معايا محترمين وفاهمين لبعض وعارفين كل شيء. بالعزيمة والتحدي والإصرار والإرادة تختزل قصة النجاح الباهرة التي نسجها هؤلاء الشباب الصم، ومنهم أيضا معين عدوان، حيث أبدعت أناملهم في صناعة الحلويات وإعدادها، معبرين عن تجربتهم الرائدة في عملهم داخل هذا المصنع الذي نجح بتصحيح المفاهيم الخاطئة عند فئات كثيرة من المجتمع من خلال دمج ذوي الإعاقات السمعية في سوق العمل. اسمي معين عدوان، جيت على الصنعة من 7 سنين وتعلمت كل شيء بخص الرشة والأساور، والحمد لله شوية شوية بديت أتعلم لحتى الآن صرت معلم. جيت قبل 7 سنين وتعلمت شوية شوية، لما الحمد لله الآن بعمل كل شيء. صاحب المصنع آمن بقدرة هؤلاء رغم أن الأمر كان غريبا عليه في البداية، عندما بدأ بتشغيل أول شخص من ذوي الإعاقة السمعية إلى أن وصل عددهم إلى 8. تجربة رائعة ورائعة جدا، لأنه بيقوم بشغله بأكمل وجه، ومن ناحية المنطق يعني هو بين المشغل واللي بيشتغل اللي هو الشغل، وهو بيأدي شغله على أكمل وجه، بيمتازوا بالتركيز، الكونسنتريت عالي عندهم لأنه هو لا بيسمع ولا بيتكلم، فهو بالتالي بكون معوضها سبحان الله بالتركيز. وأنا شايفهم يعني صراحة خلينا نحكي إن هم بيأدوا شغلهم على أكمل وجه. إذن جاء عملهم ترجمة حقيقية لآماله الحقيقية في إنتاج ما كان سيصنعه غيرهم من الشباب من غير ذوي الإعاقة، مبديا إعجابه بصنيعهم بل ومعاملتهم كأبنائه. احنا لما بدنا ننتج شغله ونكون سريعين فيها بنستخدم الشباب الصم، على فكره يعني للعلم، يعني احنا بننتج الشباب الصم لانهم هذول هم بكونوا مركزين فيها، بندعو اصحاب الشركات واصحاب الورش، دمج هذه الشريحه في المجتمع. فقدوا نعمة السمع والنطق، لكنهم لم يفقدوا العزيمة والإصرار، حيث أبدعت أناملهم في صناعة هذه الحلويات الشرقية التي تنتصر للإرادة وتسرد قصص البطولة لأشخاص أثبتوا للجميع أنهم الأقدر على العطاء. لبرنامج صباح كربلاء، بسام العطار، غزة، فلسطين.